الحب كان حاجة عظيمة أيام زمان. كان الحبيب يصهر يعد في النجوم، والنجوم شهدة عليه، بتقول له يا ابني بتعمل ايه؟ يقول بصراحة أنا سهران وبحلم دايما بالحبيب، يا ترى فين وبيعمل ايه وأنا بشاهد في النجوم؟ لو سمحتم يا نجوم قولولي، قولوا حبيبي فين وبيعمل ايه وانا بقول؟ انا قلبي حاسس سهران وزيي شايفكوا برضه يا نجوم، قولولي قولوا انتوا أدرى شايفينه برضه بيعمل ايه؟ تظهر نجوم وتقوله اسمع سهران يشاهد في النجوم، يعني حاله زي حالك عمال يعد في النجوم. وهو ده الحب العظيم بتاع زمان المفهوم، اللي عايش في الخلود قيس وليلة عنتر وعبلة، قصص كتير اهملت الوجود. يا ريت يعود حب زمان، يا ريت يعود، ايامه هادية ايامه حلوة وحب نقي مفيش ذهول. دلوقتي الحب في كلمة واحدة مفيش هدوء، مفيش هدوء. يبقى العيب مش في الأيام ولا الزمان ولا المكان، العيب فينا يا ناس. عشان يعود الحب ده، عشان يعود لازم نعيشه زي ما عاشوه هم يا ناس في هدوء. يبقى لازم نبعد عن الحب النت كله والمحمول عشان يعود، اللي أصبح ملوش حدود. وبكده ممكن يا ناس يعود الحب الصافي، الحب الناقي، الحب الهادي، مفيش ضغوط وبدون ضغوط. وبكده نقدر نعود له تاني حب زمان العظيم، أسهل طريقة في الحب للخلود.